يقول: كيف يحافظ طالب العلم على ما حفظه أو قرأه أو سمعه ولا ينساه؟ بمذاكرته، حافظ عليه بمذاكرته وتكراره. نعم. وهل لطالب العلم أن يدعو إلى ما تعلمه على علم وبصيرة، أم لا بد أن يقطع سنوات في طلب العلم ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل؟ يدعو إلى الشيء الذي تعلمه وعرفه، وأما الشيء الذي لا يعلمه ولا يعرفه لا يدخل فيه. يدعو على قدر ما عنده من العلم، لا يتعداه.